البارح كتسمى جان مقدم عند هاد الاطفال الصغار كتسمى الاطفال ويماهم كتسمى النفسيه ديالهم مطيحه كتسمى كانت فاه جا طلعنا هيدا زعما باش يعمل شي حاجه يجيب شي حاجه كتسمى يعطيكم الطبيب يشوفهم يشوف شنو يعالجهم ولا شي حاجه كتصوروهم خالصه واصل جبت التليفون صون على القايد كنشوف فيه خلو موقع له مالو سلتو هذا مورا هذا عطاو النمره الصباح هذا كتسمى البارح مع الخلعه كتسمى هادو ما حسيتش اني فيهم من داخلي فهمتي الخلعه ما حسوا بوالو صافي في الصباح صبحوا في الدار صبحوا مراتين كيشكيو جبت النمره صوني عليه الو قال لي شكون تينا قلت له حق هذيك نصفى التليفون قلت ما عرفتش كنت فالو مساج ولا هذيك كانصون عليه التليفون مطفي كانصون عليه التليفون مطفي كتسمى ما خصوش يجاوب عليهم كتسمى صافي عرفهم باللي بالروح كتسمى صافي ومشى صافي سمح فيهم شنو هي الرساله ديالكم الرساله كتسمى خصنا من المسؤولين كتسمى يتدخلوا في هذا الشيء كتسمى واصلا المسؤولين اصلا ما عارف ما كاين حتى شي مسؤول ما كاين حتى شي واحد قول المسؤول ما بانوش هذا الشيء كامل ولاد الشعب زايد الشعب كيعذبوش زايد الشعب ديما في اي حاجه فيما كانت اي تدخل يا في العافيه يا في الماء يا في الضرف اي ولا اي حاجه انا دخل لي بومبي راس الاطفاء ما كاين والو ما بانوش ماما كانت معاوني مع هاد الناس والفيضانات اللي نقولوا الماء واجد ما عرفناش كيفاش نقولوا لهم بقاو هنايا الماء بقاو كيدخلوا عندهم عندهم واحد زعما واحد الشباك اللي خرجوا منه وسلم الناس الحومه كيتعاونوا معنا خافوهم وسلالهم كنطلبوا دابا المعاونه يعاونوا الناس الحومه ويعاونوا الناس اللي في دارهم كامل يعاونوهم السلام عليكم كما كتشوفوا شنو وقع في تطوان يعني كارثه كبيره فيضانات دخلوا على الناس اضرار ماديه كبيره كنطلبوا المسؤولين يتدخلوا واخا كل عام كنطلبوا يتدخلوا ولكن ما كاين والو اذا كنوجهوا الرساله ديالنا للملك محمد السادس نصره الله هو اللي يقدر يدخل ويساعد الساكنه وقوا اضرار ماديه الله يحفظهم وقوا اضرار جسمانيه كبيره لذلك كنطلبوا المسؤولين هما اللي تدخلوا باش كيفوا حد المدينه والساكنه اللي وقعوا هادشي